الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دعونا نتأمل شيئا من أسرار صلاة الاستخارة. فقد وجد الباحثون حديثا أن المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الدماغ هي الناصية، وهذه المنطقة القريبة جدا من الجبهة تنشط أثناء الصلاة وأثناء التأمل. لذلك فإنك عندما تريد أن تتخذ قرارا ناجحا ينبغي عليك أن تصلي بخشوع وبعد ذلك تتخذ القرار. هذا من الناحية العلمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر فأمرنا بصلاة الاستخارة قبل اتخاذ أي قرار. وسبحان الله، من الذي أخبر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بأن الناصية تنشط في الصلاة وأثناء الخشوع، وأن هذا النشاط يساعد الإنسان على اتخاذ قرار ناجح؟ إذن أيها الأحبة، هذه الناصية هنا خلف الجبهة مباشرة، المنطقة القريبة جدا من الجبهة مسؤولة عن اتخاذ القرار، وأثناء الصلاة بخشوع هذه المنطقة تنشط أكثر. وبالتالي فإنك إذا أردت أن تتخذ قرارا ناجحا يجب أن تجلس وتتأمل وتمارس شيئا من التأمل نحن نسميه الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بصلاة الاستخارة قبل أن نتخذ أي قرار، وهذا له فوائد. أيضا القرآن الكريم ربط النجاح بالخشوع، قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم.